الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رئيس هذه الحفلة الشيخ فضيلة الأستاذ عبد الله كويا المدني صاحب السعادة والفضيلة الملحق بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الهند وصاحب السعادة وضيف الشرف لهذه الحفلة الشيخ إمام أصغر علي مهدي وجميع المستمعين الأجلة وإخواني الطلبة وأخواتي الطالبات، إنني أشعر بطرارة فؤادي بموجة من الفرح والسرور بحضوري أمامكم في هذه الندوة العلمية المباركة في هذه الجامعة المشرقة المؤسسة على التقوى. وموضوع هذه الندوة موضوع مهم جدا، استعراض الجهود المبذولة في مجال خدمة السنة المطهرة. لا شك أننا نجتمع على الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى والتمسك بسنة حبيبه محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد وصانا بذلك كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. واستعراض الجهود والتضحيات المبذولة الجبارة في خدمة السنة المطهرة موضوع يسعد المسلمين ويضمن بقاءهم وازدهارهم ورقيهم في هذا العالم، لأن المسلمين بقاؤهم منوط بالكتاب والسنة. وقد بذل سلفنا الصالحون في خدمة السنة المطهرة تضحيات لا يتصور ما فوقها، كيف دونوا هذه السنة وكيف ميزوا صحيحها من سقيمها وكيف بيّنوا العلل، كيف أسسوا العلوم التي نفتخر بها نحن المسلمين عبر العصور والقرون. وقد اعترف بتقدم المسلمين وتميزهم في هذا المجال كبار العلماء الإفرنج والمستشرقين. إن علم أسماء الرجال وعلم أصول الحديث وعلم العلل وعلم معرفة الإخوة والأخوات وعلم التاريخ
وعلم الضعيف والصحيح والحسن. كيف إنهم فرعوا فروعا وأصلوا أصولا لحفظ السنة النبوية المطهرة، وهذا يدل على حبهم لهذا الدين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه قائلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيا أيها الإخوة، إننا نستعرض في هذه الندوة إن شاء الله سبحانه وتعالى جميع الجهود والخدمات التي بذلت في سبيل حفظ هذه السنة الشريفة، وليس هناك مجال واحد، هناك مجال حفظ اللفظ ومجال حفظ المعنى ومجال حفظ الأخلاق الثابتة المستقاة من السنة النبوية. كل ذلك جهود مبذولة في خدمة السنة. فإننا نحن المسلمين لا نستطيع أن نجتمع إلا على رصيف القرآن والسنة، لا نستطيع أن نتوحد وأن نوحد كلمتنا ونجمع شملنا إلا بالانضباء إلى لواء السنة الشريفة. وإن السنة لواسعة تسع جميع أهل الحق وجميع أهل السنة، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع ولا نفرق وأن نيسر ولا نعسر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حينما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هناك جهود في حفظ لفظ السنة وجهود في حفظ معنى السنة الذي يسمى فقه الشريعة. لا شك أن هذا العلم أيضا نحن نعتز به ونفتخر به، وعلماؤنا المحدثون كانوا يجمعون بين الفقه وبين اللفظ. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثنا به بما بعثني به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هناك ثلاث طوائف وثلاث أنواع من الأرض، ولكن ثم حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قسمين: قسم انتفع وقسم حرم. فقد دخل في القسم المنتفع قسمان: طائفة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهؤلاء أصحاب المعاني الفقهاء الغواصون في أعماق الشريعة الغائصون في بحار السنة لاستخراج الدرر واللآلي، وهناك المحدثون الذين حفظوا لنا هذه السنة بلفظها بنصها وفصها. فعلينا أيها الإخوة أن نكون متوسعين وأن نستعرض جميع الجهود. وقد تذكرت بهذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة
قال وهو يبعث جماعة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فصلى بعضهم في الطريق لأنهم قالوا المراد منا الاستعجال وقال الآخرون لا نصلي إلا في بني قريظة فما عنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين فينبغي لنا أن نجمع شمل المسلمين في هذا الزمان لا يمكن جمع شمل المسلمين وتوحيد صفوفهم إلا بالسنة إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأعداء يريدون أن يفرقونا الأعداء يريدون أن يفرقوا بيننا أن يشتتوا شملنا فعلينا أيها الإخوة بالكتاب والسنة بالمعنى الواسع كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكما كان العلماء فإن صلتنا بتاريخنا وبعلمائنا وبجهود علمائنا ذلك ضامن لبقائنا لذلك موضوع هذا الحفل موضوع مبارك أن نستعرض هذه الخدمات الواسعة هذه المجالات المختلفة وهذه التضحيات الجبارة فعلينا أن نكون ممن يعيش في هذه الدنيا لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي نجتمع في الجنة تحت ظل الله سبحانه وتعالى حيث لا ظل إلا ظله وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله. ننتهج هذه الفرصة لنعبر عن شكر نتقدم وتقديم كبير لمولانا عبد الرشيد الندوي أستاذ العديد وعلوم في دار العلوم التابعة لإدارة العلماء بلكنه على كلمته الجليلة. والآن كلمة الشكر من قبل بي بي أحمد كوتي المدني فلنتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئاسة الحق وأنا أحب التعارف في الحضور صباحا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحمد الله تعالى على أن أخبرنا بتنسيق النظام حول